استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقر إقامة جلالته في العاصمة الماليزية كوالالمبور هذا اليوم سفراء الدول العربية الشقيقة المعتمدين لدى ماليزيا، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته الرسمية لماليزيا، حيث نقلوا إلى جلالته أطيب تحيات وتمنيات رؤساء دولهم وخالص تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وخلال اللقاء رحب صاحب الجلالة بالسفراء واستعرض معهم مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها الدول العربية، مشيدا جلالته بما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور وتقدم في العديد من المجالات. وأكد العاهل المفدى حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع الأشقاء العرب وتطويرها وصولا بها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل الأخوي المشترك تحقيقا للأهداف والتطلعات المنشودة تحت مظلة جامعة الدول العربية. كما أثنى جلالته على الدور المهم الذي يقوم به السفراء العرب في ماليزيا وجهودهم الطيبة لتوثيق وتطوير التعاون والتنسيق بين دولنا العربية الشقيقة بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية، منوها كذلك بجهودهم في توطيد وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المتينة بين البلدان العربية وماليزيا بما يخدم المصالح المشتركة للجالبين. وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والتطورات الراهنة على الساحة العربية وما تشهده المنطقة من أحداث ومستجدات. وكلف جلالة الملك المفدى السفراء العرب بنقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه قادة الدول العربية ولدولهم وشعوبهم الشقيقة دوام التقدم والتطور، متمنيا جلالته لهم التوفيق والسداد في مهامهم الدبلوماسية. حضر المقابلة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى.